الشعب يطلقون عليه رصاص يقتلون عدد منه مثل ما حدث في تونس ومصر، فتزداد الانتفاضة، تزداد الثورة، ونجد أنفسنا على الطريقة التونسية والمصرية. أنا قناعتي أن إذا حدث هذا في الجزائر لن يتجاوز أسبوع. الجزائريين معروفين بقوتهم، بشجاعتهم، بشراستهم، لن يتجاوز أسبوع وسيهرب عناصر هذا النظام. هذا سيناريوهات الثلاث إذا كان هناك عمل منظم بشكل أو بآخر، خاصة السيناريو الثاني اللي نفضلوه اللي هو انتفاضات سلمية، وقفات سلمية توقف العصابات في البلديات اللي هي العصابات، الولايات اللي هي الآن عند العصابات، توقفها شركات الجزائر العاصمة في كل مكان. أما إذا ما لم يحدث هذا وصلنا إلى الثالث فربما أقل سوء، لكنه يبقى جيدا، لأن أخشى ما أخشى وأنا أقولها بصراحة وبصدق وبعمق، إذا لم ينخرط الجزائريين في الداخل وفي الخارج في كل مكان، إذا لم ينخرطوا في عمل سلمي لتغيير هذا النظام، سنجد أنفسنا أمام سيناريو الليبي والسوري. لأن باختصار بسيط، اللي يقتل نفسه اليوم او اللي يحمل سلاح باش يلتحق بجماعه مسلحه، او اللي يركب في بابور وباخره والاحتمال اكبر انه يموت، او اللي يروح للمخدرات ويغرق في المخدرات، هذا في لحظه معينه يرى ربما الحل افضل، لماذا نقتل نفسي؟ خليني هؤلاء المجرمين نقتلهم ايضا، ولا اخفيكم واقولها لكم بصدق وبصراحه، والله تتكاثر اكثر فاكثر الرسائل التي تأتيني من الناس يقولوا لي أنتم حالمون، أنتم مثاليون، أنتم لا تفهمون طبيعة هذا النظام، هذا النظام لن يذهب إلا بالسلاح،